السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوان كذلك المشتركين بالقناة تاع سي مضاهر. اليوم كنتواجدوا مع الإخوان اللي هما غنيين عن التعريف، سي مصطفى الشعرية وكذلك سي مصطفى التورا غاني عن التعريف. البرانية. مصطفى البرانية. انا نعم عينيه حبارك عليا انا مصطفى الجيرية صح المعلم. وبهذه المناسبه كنشكرهم لانهم اليوم جاوا باش يقولوا لي على سلامتي. الله يكبر بهم، الله يخلي لهم صحتهم ويخلي لهم العزيز عليهم ويوريهم بس تا هما، الله يبعد عليهم الشر ويبعد لهم اي حاجه بات اديهم ان شاء الله. وسيدي كمال تا هو راه مرحبا به تا هو. الله يبارك فيك. نعم الصداه تاع طيبه. مرحبا مرحبا بك. انا مازال جينا على جيتونا على غفله. لا مرحبا لكم عادي. مرحبا مرحبا حنا عزيز. الله يحفظك. لا تنقولها الا بنورك. بارك فيك. رجل بمعنى الكلمه، ولد مراكش ومعكرت، الوالد ديالك معروف في البلاد، عزيز عندنا وتتكرمنا. ما عندنا ما نقولوا، وهذا الشيء اللي عطى سيدي ربي. حتى حنا تيتسال منا واحد الفاتحه. ديال على سلامته. والله يشافيه ويعافيه. والله يبعد عليه الضر. امين. ولا يلاقيه الشر. امين. الله على رحى الله، الله على رحى الله، الله على رحى ما بقاش البلاد يخمم، ما بقاش البلاد يخمم. الله على رحى الله، الله على رحى الله، الله على رحى بعد ما قاسى وتألم، بعد ما قاسى وتألم. واليوم بصراحة يا اخواني وبصراحة يا زاوي وبصراحة وعاد يمكن نتكلم عاد، يمكن نتكلم عاد على رحى. والله شوف الصراحة والله هاد لو جهادو ما تسخطنوا دوم حداهم الاخوان. مرحبا مرحبا تبارك الله لوجه مبشوره. ولكن واحد القضيه سي الشعريه. نعم اخويا. دابا هذا كمال هذا. نعم اسلام. تيفهم في الكور، تيفهم في الدقه زيد، تيفهم في تعيساوي زيد، تيفهم في التقيتيقات زيد، ما عرفت تيفهم في المشاكل، تيفهم في العرافات، تيفهم في لي كوبتيرات، تيفهم في المحكمات. والله يجيب به السلامه، الله يقلل لك عينيك. لا عندي ما نقول لا بكى واش حنا جينا نباركوا للسيد؟ جينا نمرضوه. لا هو الصراحة من حيث المرض ما تيمرض هذا الكبس. لا والله يا سيدي إلا كنا تنمرضوا. لا حيدو جاك تيزور، حيدو جاك سيد تيزور، حيدو جاك سيد تيزور، يشوفوه الناس، شوفوا الحلويات بعدا. حلويات؟ الله يعطيك الخير. يديك على قهوة زان. يديك على قهوة زان هذيك. سي البرانية. صافي بلادي باش داك سيدي مصطفى قالهم داير لها مزرعه تيشكر فيكم يعاود وغزال. بوتين كعب غزال. بحال هكا حلو غزال بحالكم. الله يرضي عليك. الله يصاوب عليك. دابا واخا ما دخلتكم هادي جيتونا على غفله. ماشي مشكل، بالو كل خير. ماشي مشكل، مازال محل ما حنا على غفله. والله الا حنا الله يرحمك. على عطاك الفو. علاش زعما علاش انا بغيت علاش فمك علاش فمك ديال كي تحتك؟ علاش؟ شوف بحال الخالق. انا تمسختي. انت مسختي. علاه تمسختي بر وصلتي البر كيولي تي دا. كيولي. او دخل نزو بنين ولا خل نزو قبيح. عرفت ديك الجعبات لونتير القديمة. ايه. انت تحت لونتير اش تبقى؟ اش يبقى؟ اش يبقى؟ ياك وجهي الكريم. ياك وجهي الكريم. ما تجاوبنيش اش يبقى؟ اش يبقى؟ الجعبة هي اللي عادت. ايوا انا الله يهنيك. عرفت معلم.
هذا قال حازم مصطفى هو خلى الباب محلول. لا 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 دير زدو مره ما عرفتش كيف هاد الجيران ابو غزال. ايوا على القضيه الاخوان راه المعلم الشعريه والبرانيه ايه اولاد البلاد وراه تيديروا حتى هما الفيديوهات ديالهم تبارك الله هذاك الشيء منسوم وفيه ما يتقال وبالمعنى تيذوب القوافي حيت حنا المراكشيين كندوب بالمعنى والقوافي وقلال كيفهم هاد الهضره هادي باش كيهضروا هاد الاخوان هاد كاينين الناس يفهموا كاينين عندكم القناه ديالكم انا الصراحه باقينا بدينا في الخدمه حنا كنا خدامين الصراحه مع الدراري مع لي باج من عين زعما تشهروا داك الشيء عجب الناس يا سلام تبارك الله على انا بصراحه انا من المتابعين ديالهم والله الا متبلش شوف هذا الشيء ديالهم كذا حاج زعما هي حتى الحاج كمال حتى سيدي كمال واه هذا قلت لك سيدي كمال من المتابعين هذا هو الدحومه قبل من المتابعين باقي ما كاين كاع ما يتبعوا ما كاين في المزاح واه الدحومه واه راه حنا ولاد البلاد ما عندنا معروفين وما كرتين ها حتى عمك بعدا هو من الاولين تما زنيت في 60 يا الله يستر عليه الله يرحمه روح امين ما كاينش مزاح الاصل وين سولك اش هي هذاك الاصل وانت داصر ياك ما كاينش مزاح ما داصر وين سولك اخويا اش هي نعم يمتى بغيتي تموت نهار 80 عام على موتك انت لا ما يمكنش 80 عام على موتك عاد نموت ندير دكليك شي 70000 دكليك فوق هذاك القبر عاد نموت انا وانت دير هكا عاود يجي وانت كبر وزيد وحيدك قداش شوف انت الحيط قلت لك عاود شي كره اخرى شويه لا الحياة عندك شكون اللي تلقاه بالحياة يقول لي ما عنده حياة تكون عندك الشرفة وعندي بقاء وما انت راه عرفتي كي وليتي داير كي داير يا حول ولا قوة الا بالله كي داير تدار لك كي داير كي داير انت ديما حاضر لي فيلم انت تيبان لك هاد الشعرية بعدا تنقولها لك انا خو كامل انا عرفت الله الا ما فوتني راه حتى انت غادي تفوتني راه الا ما فتني انا ما غادي نفوتك انت تهضر مخروب وجهه بعينيه هضر معانا ما تمشي قول لي واش انت انت راه ما تعرفش الهضره هذا عقلي بلا بلاد تجي تكون كاع حتى تيزف بشي كاس ولا بشي قرعه انا عرفت الله الا ما فوتنا هذيك النهار تبقى انتينا قدام الناس حاشا حتى ها هو يقول توجه لهم يا قول عليه يا قول عليه انت قول عليه اخوك يا الله هو قول عليه الثاني يا الله المال مربى الفرق الواقع مربى الفرق الواقع فوق الصور
والشاهد كبر والرامبير كبر والشاشي كبر والخوشي جارو مزرور وغابيكا بديكور وغا الحلس خور وغا شبدا كبير وغا فكا الحلوة واتفرج في الأعلى السي الشعريه والسي الغنيه وتبارك الله على السي كامل مرحبا ومرحبا بكم قلت لك اخو الشعريه كنا كيبدا والله ماشي لوكيت الله يرحم باك دير هذاك اللي قال لك شرب السم من الاخر كيفاه نهار بين تحرم ويجي ما فهمتش هذيك الوقت ما فهمتش انا الشعريه عاود اخو الشعريه عندنا هذاك ميدي باهي انا كنفسر هذاك الدري اللي قابلت مسكين هذاك الشيء ما عرفتش ونفاس معاك سيدي ميدي الغزال الله يعطيك الخير قالك هذا واحد الدري تيحب واحد البنت تنموت عليها زيد ويمشي عند امه قال لها شوفي انا راه واحد البنت راه تنموت عليها وتنبغيها قالت يا الله قلت له وليدي الله يكمل عليك بخير قال انا عادي نجيبها لك ولكن عادي نجيبها لك عادي نجيب لك خمسه البنات عادي يقعدوا معاك يلاه حنا كنا في النكته التوليه ماشي نعم عزيزي راه لا تسمع قال لها عادي نجيب لك خمسه البنات عادي يقعدوا معاك إلا كنتي أمي وعزيز عليك أنا عادي تفرزي ديك اللي تنحبها فوس دوك الخمسة قالت ليه جيبو هو يجيبو دوك الخمسة قعدو شربو أتاي بحال هكا الحلوة كدا هضرو معاها تحكو معاها زادو بحالهم دوك خمسة البنات والولد قال لأمو يلاه هنا بين نعرفك واش أمي فينا هي اللي تنحبها وتنبغيها قالت ليه باينة هي اللي كانت قاعدة حدايا في اليمن ديالي قال لها واه باش عرفتيها قالت لي ما عند الله ما حملتها ما قبلتها هي ديال واحد تيبغي وحده واحد تيبغي وحده بحال هكا هسا هي اللي قال هذاك مشارجي غير بالكذوب والبوز الخاوي وهي تقول لي دير فراسك بعدا الفيلا اللي بات تعطينا ماما فاش بغينا نسكنوا راه فيها واحد الكرماط ديال الكرموز عاليه حتى قربت للسماء اي قال لها
انتوما قال لهم راه هكا عندنا واحد الفيرمه ديال الوالد تعيش فيها واحد جمل عنده واحد العمك طويل تتقب كاع السما. وي هي قالت له وباش عايش هاد الجمل تما؟ قال لها تياكل غير من هذيك الكرمه نتاع دمك. يا زلمه قال لي معلم بارك الله يا فرميدي اشبع حبيبه هذيك هذا واحد تاهو بيخطو اييه هو يجي قاعد مع بارت العروسه ويقول له بارت العروسه اسيدي والله الا تتبان ولد عائله ويحصلنا شرف باش نعطيوك بنتنا ولكن هذه الكوكا اللي كل مره تشرب هذه الكوكا كيفاش؟ قال لي ودي هذه الكوكا راه هي الا كنت بغيت نكمي قال لي علاه تتكميني؟ قال لي ماشي بزاف هي الا كنت تشرب الويسكي قال لي علاه تتسكر؟ قال لي ماشي ديما هي الا كنت تقمر قال لي علاه تتقمر؟ قال لي منين انت تتقمر؟ قال لي من نهار خرجت من الحبس قال لي علاش درتي؟ قال لي قتلت واحد ما بغى يزوجني بنته ويقول ايوا طلقني دغيا ولا يمشيو يسدوا العدو كاينه كاينه ودنا